اليوم كما يعرف الرأي العام احنا في وقفة مفيدة للبرنامج للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، وقفة أمام المديريات والأكاديميات استمرارا في الاحتجاج على التماطل ديال وزارة التربية الوطنية فيما يخص الملف المعروف المتعلق بسحب النظام الأساسي اللي خلق بطبيعة الحال الاحتقان داخل أوساط نساء ورجال التعليم. طبعا احنا اليوم مستمرين في الاحتجاج، كذلك رفضوا يعني المناورات الجديدة التي يعني اقدمت عليها الحكومة في شخص رئيسها، على اعتبار أننا سنجتر الحوار مرة أخرى، وهذا يعني نوع من التسويف ونوع من التضليل، بحيث أن رئيس الحكومة نفسه كان يشرف على الحوار السابق، وبالتالي هذه يعني نوع من التمطيط ونوع من التسويف على الملف ديال النساء ورجال التعليم. أولا احنا في التنسيق الوطني لقطاع التعليم مستمرون في الاحتجاج، مطلبنا بطبيعة الحال هو السحب النهائي لهذا القانون ديال المآسي، وكذلك التفاوض مع المحتجين والمحتجات في الميدان. طبعا هذه الأسطوانة التي يعني ترددها الوزارة على أن يعني المتعلمين والمتعلمات يعني أصابهم الضرر، هذا الشيء ما كنختلفوش فيه، نحن نساء ورجال التعليم يعني أدرى بال يعني بالظروف ديال التلاميذ، وحنا كذلك في نفس الوقت رحنا اولياء واباء التلاميذ، يعني ما يزيد علينا حتى شي حد، وبالتالي فالضرر هو للمتعلمين لنساء ورجال التعليم، والمسؤول على هذه الوضعيه هو الحكومه هو الوزاره، وبالتالي فعلى الوزاره وعلى الحكومه انها تسرع. احنا اليوم ما محتاجينش عاوتاني لاجترار الحوارات الماراثونيه والحوارات من اجل الحوارات، ولكن كندعيو مرة أخرى المسؤولين في هذه البلاد إلى يعني أولا سحب هذا القانون، هذه الأرضية اللي يمكن يعني نساء ورجال التعليم على أساسها يمكن يعني يكون زرع الثقة من جديد، لأنه في الحقيقة تم فقدها مع الحوارات الماراثونية التي استمرت مدة سنتين، وبالتالي فالسحب أولا والتفاوض مع المعنيين والمعنيات بشكل مباشر، لأن هذا هو الموقف ديالنا داخل التنسيق الوطني. طبعا الاستمرار في المعارك يعني محتمل في ظل يعني التماطل اللي كاين الآن، وفي ظل يعني تبادل الأدوار ما بين رئيس الحكومة من جهة اللي كان، وما بين كذلك كندينو الدخلة عفوا كندينو كذلك يعني الخرجة ديال وزير العدل، اللي هي فيها نوع من التجبر والاستعلاء على نساء ورجال التعليم، وبالتالي فاحنا هذه الامور هذه لن تغير في يعني من المواقف ديالنا، احنا يكفي انه يتم السحب ويتم حل الملفات العالقه، وبالتالي احنا غادي نكونوا اول المبادرين الالتحاق بالاقسام. اتحدث باسم التنسيقيه الوطنيه لاساتذه التعليم الثانوي التاهيلي الرباط، والتي تؤكد على شعار تحصين الهوية وتحسين الوضعية، ولدينا ثلاثة رسائل لمن يهمه الأمر. أولا نخاطب عموم المغاربة خاصة الأمهات والأباء للتلاميذ، ونقول لهم ونناشدهم بأن لا يستمعوا إلى الإعلام المضلل، فأعلم الناس بوضعية التعليم في المغرب هم الأستاذ والتلميذ، ولا يزايد أحد على محبتنا للتلاميذ. إن مختلف أشكالنا النضالية والاحتجاجية إن هي إلا مساءلة لكل الحكومات التي سيرت ودبرت ملف التعليم.
منذ فجر الاستقلال إلى الآن. تعددت السياسات، صرفت الميزانيات، ولا أثر إيجابي وصل إلى حجرة الدرس ولا التلميذ ولا الأستاذ. حجرات دراسية تعود إلى القرن الماضي إن لم نقل للقرون الوسطى. غياب وسائل التعليم والإيضاح، برامج صدئت وعفى عنها الزمن، حتى المقاعد والطاولات لا تناسب لا البنية الجسمانية ولا المرحلة النمائية للمتعلمين، ويريدون رمينا بالفشل أمام هذه الوضعية التي لم نسأل عنها. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، نؤكد ما من مرة على شيء أساسي، وهو نحن لسنا من هواة الاحتجاج ولسنا من هواة الإضراب، كما أننا لسنا من هواة التقاط الصور مع الحكومة أو الهرولة إلى طاولات حوار مستمرة ولا تفضي إلى شيء. نحن في إطار تنسيقية أخرجتنا مطالب، ملف مطلبي. لا، ليس الحوار هو الهدف، الهدف هو تحقيق هذه المطالب. لدينا مطالب مشروعة، نمارس الاحتجاج بما يضمنه القانون والدستور، ونطالب بالاستماع لصوت العقل، أليس فيهم رجل رشيد؟ المسألة الثالثة والتي أؤكد عليها، نبارة مجموعة من لا يعرفون القطاع، وأصبح التعليم مسألة يسائل فيها ويناقش فيها أيا كان إلا الأساتذة، وهم أهل الشأن. نقول لكل الحاقدين والناعقين بما لا يعلمون ببلاغة المتنبي، إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل.